احنا عايزينك تنقذيهم هم، انما احنا عادي لو قعدنا في الثلاجه ولا كده. عارفه يا دكتور والله انا ما باكلش، يعني مش باكل بالكميه اللي نفسي، مش مفتوحه قوي، بس عادي ما حسيتش ان في فرق كبير ما بين. عشان انت لحد ما بتنزلي شغل، هي المشكله فرقت كتير اعتقد مع الناس اللي قعدت في البيت كومبليتلي. الموضوع القعده في البيت 24 ساعه اعتقد يعني هيبقى صعب شويه يعني، ووجود الاولاد برضو والمدارس اجازه، فاعتقد المشكله هنا. اللي لسه بينزل الى حد كبير شغله يعني الحياه يعني سو فار ماشيه طبيعي، بس هي فعلا في مشكله بتواجه الناس اللي قاعده في البيت دلوقتي، ما نقدرش نقلل منها بصراحه يعني. فالنهارده يعني هنحاول الى حد كبير نتكلم نراعي فكره ان واحد قاعد 24 ساعه في البيت، ونراعي برضو ان في ظروف في البلد مختلفه، وان في فكره فيروس الكورونا ده مش حاجه سهله. فاحنا عايزين برضو الاكل عمال على بطال او كتير، بالعكس ممكن في ضرر للجسم، فاحنا عايزين ناكل وكل حاجه بطريقه سليمه ومظبوطه، اطلع ان انا ما اضعفش المناعه بتاعتي، بالعكس ازاي اقوي المناعه بتاعتي في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ويعني والشعور بالجوع ده احاول اعمله ساتسفاكشن بحيث ما ابقاش قاعد بتعذب طول اليوم. طيب ايه اول حاجه المفروض نعملها؟ وانا يعني بدعو ان كل الناس تتبنى الفكره دي، واي حد هيسيرش على النت هيلاقي ان دي افضل حاجه فعلا دلوقتي للمناعه، وان جسمنا يحرق دهون وهو قاعد ما بيتحركش، عشان مش كل الناس قادره دلوقتي تمارس رياضه في بيتها. فكره الصيام المتقطع الانترميتنت فاستنج ده افضل حاجه ممكن الانسان يعملها. الصيام المتقطع يا دكتور؟ اه لا لكن الناس قاعده تعمل محشي كرنب ومحشي ورق عنب. والله ممكن ايفن في اي الصيام المتقطع ميزته ايه؟ ان مش لازم تاكل جبنه قريش، ومش لازم تاكلوا الاكل اللي متعودين دكتور الدايت بيقول عليه، تاكلوا الاكل العادي المعمول في البيت. بس فكره ان انا اصوم افريج من 14 ل 16 ساعه في اليوم، ده بيعلي معدل الحرق بصوره انتوا لا تتخيلوها، وبيطلع الهرمونز اللي بتساعد على البناء، وفي نفس الوقت تحرق الدهون. يعني انا ببقى بحرق، يعني ده اكتر نظام بيحرق الدهون كمان، فانا بعمل حاجه صحيه اكتر، اكني بمارس رياضه، لان الرياضه بتعتمد على حرق الدهون مش حرق العضلات. فانت بتعمل نظام هو بيشتغل دايركت على حرق الدهون، وفي نفس الوقت هيعلي المناعة بتاعي، لأنه بيطلع هرمونات تانية بتساعد على بناء الخلايا اللي بتتكسر، فهو نظام مناسب وملائم لأي حد.